يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وكمان طبعا أجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وخلوني بقى في البداية أنقل لكم الأجواء، حال الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي في حالة من الطاقة الإيجابية. كمان خلوني أقول لكم إنه الأعضاء موجودين بشكل كبير في النادي، المعظم من فئة كبار السن موجودين كمان تحديد حول المبنى الاجتماعي، بيستمتعوا طبعا بيه وقت، لان زي ما احنا عارفين انه حاله الطقس الايام دي معتدله وجميله جدا، فكل الاعضاء بيستمتعوا بالاجواء داخل النادي. كمان خليني اقول لكم انه في عدد من الاعضاء بيمارس الرياضه، بالتحديد رياضه المشي في تراك الجيم. درجه الحراره دلوقتي 22، وخلوني كمان اقول لكم انه في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي، فكل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده في اجواء مميزه جدا داخل النادي. ده فيما يخص الاجواء. خلونا بقى نروح دلوقتي نبدا باخبار الفرق الرياضيه المختلفه. والحقيقه ان هو كان ويك اند حافل بالانتصارات لكل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم، واللي طبعا قدر يحقق فوز على فريق مدياما الغاني بنتيجه 3-0، حينهم عملوا مباراه كبيره جدا وخير بدايه بقى لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا كان احرز اهداف النادي الاهلي لاعب كهربا حسين الشحات وصلاح محسن عشان بقى يحققوا انتصار كبير اكيد للنادي الاهلي، وزي ما قلت تكون بدايه قويه لدور المجموعات، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. خلوني اقول لكم انه بدون راحه سلبيه من التدريبات، النهارده الفريق ان شاء الله هيواصل تدريباته. التجمع هيكون الساعه 4 والمران هيكون الساعه 5 عشان بقى يبداوا التحضير للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق سموحه ضمن منافسات بطوله الدوري يوم الثلاث القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لناشئين كره القدم، والنهارده فريق 2003 هيكون عنده مباراة أمام فريق بيراميدز، مباراة هتكون الساعة 2:30 على طبعا ملاعب مدينة نصر. خلوني أقول لكم إن هي أكيد هتكون مباراة فيها ندية كبيرة بين الفريقين سواء النادي الأهلي أو فريق بيراميدز. وخليني بقى أقول لكل مشاهدي قناة الأهلي إنه المباراة هيتم بثها مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي، وأكيد هيكون في استوديو تحليلي عشان ننقل لكم كل الأجواء فتقدروا تتفرجوا وتدعموا ناشئين 2003. من بقى أخبار كرة القدم خلونا نروح لأخبار الفرق الرياضية الأخرى، والبداية أكيد مع الفريق الأول لكرة السلة واللي بيتأهل لنهائي دوري المرتبط طبعا بعد مباراة ماراثونية كبيرة جدا تابعناها كلنا يوم الخميس الماضي أمام فريق الاتحاد السكندري عشان يفوز عليهم بنتيجة 85-79. يعني برغم أن النادي الأهلي كان متأخر في نتيجة المباراة لكن قدر يتعادل ويلعب اكسترا تايم، وطبعا بقى روح النادي الأهلي قدرت تحسم المباراة عشان يتأهلوا لنهائي البطولة. كمان حقيقة حابة أشيد بأداء فريق المرتبط اللي ساهم بشكل كبير جدا اكيد في تاهل النادي الاهلي للنهائي بعد فوزهم. الحقيقه عملوا ايضا مباراه كبيره جدا عشان بقى النادي الاهلي يحجز مقعد في المباراه النهائيه اللي هتكون ان شاء الله امام فريق سموحه يوم 6 و8 ديسمبر على صاله دكتور حسن مصطفى. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان الحقيقه خليني اقول لكم انه سموحه في السيمي فاينل كان بيواجه فريق سبورتنج وعملوا ايضا مباراه كبيره جدا بالرغم ان هم كانوا ايضا متاخرين في النتيجه، لكن قدروا يتعادلوا مع سبورتنج ويفوزوا في الاكسترا تايم عشان بقى يكونوا خصم النادي الاهلي في الفاينل. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. نروح بقى لكرة الطايرة، والبداية مع رجال كرة الطايرة فريق الماسترز واللي بيحقق نتيجة 3-0 فوز على فريق الترسانة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. مباراة كانت بتقام امبارح على صالة الشرقية للدخان. رجال الماسترز قدروا يسيطروا الحقيقة على جميع مجريات المباراة، انهوا الشوط الأول بنتيجة 25-19، الشوط الثاني بنتيجة 25-13، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-19 عشان بقى يضيفوا 3 نقاط جداد ليه طبعا نقاطهم. خليني اقول لكم انه النادي الاهلي بيواصل النهارده استعداداته للمباراه القادمه اللي ان شاء الله هتكون امام فريق الشمس يوم الثلاثاء القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن كره الطايره خلونا بقى نروح لفتيات الذهب سيدات كره الطايره بالنادي الاهلي واللي ايضا بيحققوا فوز على فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعه اللي فات ضمن منافسات بطوله الدوري بنتيجه 3-0، انهوا الشوط الاول بنتيجه 25-5، الشوط الثاني بنتيجة 25-15، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-19 عشان أيضا يحققوا فوز جديد في بطولة الدوري. خليني أقول لكم إن هو النادي الأهلي يعني حتى الآن محقق فوز في جميع المباريات بالعلامة الكاملة، متصدرين المجموعة، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد بيحققوا فوز جديد في بطولة
بطولة الدوري على فريق الطيران بنتيجة 41-21، يعني كان في استحواذ كامل لرجال كرة اليد طوال المباراة، وأكيد باين فرق السكور في النتيجة زي ما قلت 41-21. والمباراة القادمة بقى هتكون مباراة مهمة أكيد في الجولة الختامية للمرحلة الأولى من بطولة الدوري، وهيكون ديربي كرة اليد أمام فريق الزمالك. مباراة إن شاء الله هتكون يوم الثلاث القادم. طبعا بنتمنى كل توفيق لرجال كرة اليد، أكيد مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، والفوز فيها بيكون ليها طابع خاص أيضا، يعني زي ما احنا عارفين أنه أكيد هي مباراة ضمن الدوري، لكن أكيد مباريات الزمالك زي ما بنقول كده بتكون بطولة لوحدها. فطبعا كل التوفيق لرجال كرة اليد. أخيرا نروح لشباب كرة اليد 2006، واللي قدروا يحققوا فوز على فريق هليوبلس بنتيجة 31-30 ضمن منافسات بطولة الدوري. حال المباراة كان فيها ندية كبيرة يعني من هليوبلس وبين النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي بقى قدر يحسمها لصالحه عشان يقتنص 3 نقاط جداد في بطولة الدوري. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة، سواء الأجواء داخل النادي أو أخبار الفرق الرياضية المختلفة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية رائعة منك كالعادة يا هلا، نشكرك جدا جدا.